السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. صحة وسلامة. صحة وسلامة ان شاء الله. عايدين وعيدكم مبارك. الله يسلمك. شو نقول لك؟ حجي عريس شنو؟ لا حجي. حجي؟ حجي. ما تصير عريس بعد. لا حجي الحمد لله حجي وعلي. ان شاء الله يا ربي يشوفك على جبل عرفات يا ربي. ايامك اسعد الايام عليك. كل عام بخير. انت بخير. يا رب ان شاء الله اشوفك فوق جبل عرفات. الله يسلمك، الله ينطيك، الله يعافيك، الله ينطيكم وينصركم ان شاء الله. الله يحفظك. حجي شنو الاجواء العيد قبل على لسه تبروك هسه؟ والله اكو فرق مو ماكو، بس الحمد لله يعني زين. هي القلوب، القلوب ولا مو الاكل والمظاهر. انا قلبك نظيف، انت معيد وتحب العادي والمو عادي. بس الانسان تغير. اي انسان دي والله تغير، الدنيا نفس الدنيا بس العالم تغيرت. والتقاليد نفس التقاليد. اي نفس التقاليد. قبل شو كانت العيال مالكم قبل يعني؟ والله نسوي كليته، الناس تجي علينا نسير، نروح للفقير، نروح للما عنده، نزور الجيران، قرايب، الحمد لله والشكر يعني عادي. وبالعيد طبخكم قبل شو كان؟ شو تطبخون الصبح؟ لا ما نطبخ الصبح، قمر وكاهي وشاي وهذا هو. لا شلون صارت تمن وفاصوليه؟ اي هاي من جنى الكركوك صارت. قبل احنا بسامره، وجينا من سامره الكركوك. عرفنا عادين التقاليد مال الكركوك، قمنا نسوي تمن ومرقه ودجاج، ولا ما يسوون هذا بحتى مو عيد. ما يركبون مو عيد هذا. وبسامره شلون؟ سامره كليته وقمر وكاهي وريوك. لحد الان هم يشتروا تقاليد؟ لحد الان. لحد الان؟ لحد الان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير استاذ ان شاء الله. صحة وسلامة. يا رب علينا وعليكم وعلى كل العراق. يوم جيتي خطار بيت ابو صفا. اي والله. انت بكركوك؟ لا انا من الموصل اصلا. من الموصل؟ اي اصلي مصلاوية. وحاليا كركوك؟ حاليا كركوكية. ما شاء الله. شلون تشوفين تقاليد هالكركوك؟ يعني اكو فرق عن الموصل يعني؟ اي والله فرق كثير. انا من جيت على كركوك تفاجأت يعني انه الفطور الصباحي مالتهم فاصوليا وتمن، فالشي احنا ما دارج عندنا. احنا معلمين بيت جدي نروح نلقى الضحيه كم صارت مباشره، اللحم ينشال ينحط على النار وتصير قليه، وتدري تلتم العائله والاعمام والاخوار. ايه كل العائله كلها تلتم هناك. يعني اكو ناس ما يعرفون شنو القليه، احكي لي شنو القليه. القليه هي ناتج من اللحم مال الضحيه، غنم بقر تكرمون الحيوانات شايش كن ذبح، وبالنسبه للضحيه مالتهم تنحط على اللحم، تتقطع تنحط مي قليل ويستوي، يكون المي مالته من تنشف تتقلى دينه، يعني تتقلى بالدهن مال اللحم نفسه. يعني حاطين إليا شوفاش كان حاطوا منه يصير، فهي تكون يعني بها يحطون ملح، يحطون بهارات، محتويات القلية نفسها. هذه قلية يمكن أكلة تركية هي لو مصلاوية؟ والله أنا اللي أعرفه مصلاوية. مصلاوية. شلون تشوفين الكركوك؟ الاجواء العيد، الناس، التبادل التهاني كلش حلوه كانت الاجواء مالهم، مستمره ما شاء الله عليهم. هاي انا كم عيد معاهم اعيد هوني وارجع للموصل، فتره اعيد يم اهلي وارجع مره الاخرى الكركوك. ويوم جيتي خطار يم بيت مصطفى؟ جيت اي اليوم يم بيت مصطفى، وان شاء الله بعد يجوز اروح للموصل غدا اشوف اهلي ان شاء الله. تحبين تعيدين احد اليوم من خلال القناه الشرقيه؟ والله اول شيء عايد العراق كله واهلي واهل كركوك. أعيد أخويا في فنلندا، أي خطية بالغربة هسه، هو خطية أقوله أنا أحبه كثير، الله يحفظ لنا هو إن شاء الله يوم اللي نخشعه ويرجع للموصل إن شاء الله. إن شاء الله ما يحس بالغربة لا هو ولا كل العراقيين، سواء كان مصلاوي أو كركوكي أو بصراوي أو بغدادلي، إن شاء الله كلهم ما يحسون بالغربة بالخارج، وإن شاء الله يوم اللي يجمعون كلهم أهلي. عليكم السلام. كل عام بخير. وانت بخير. صحة وسلامة. الله يسلمك. شو بقول لك؟ عريس لو حجي شو بقول لك؟ لا حجي مو مال عريس، قضينا. والله اكسباير صرنا. صحة وسلامة ان شاء الله يا ربي، يا ربي ان شاء الله اشوفك فوق جبل عرفات. الله يسلمك. ابو ايش؟ ابو نهاد. ابو نهاد. ابو نهاد احكي لي شلون نشوف العيد يعني هالفترة هذه، يفرق عن قبل؟ ايش سويتوا بالعيد؟ شلون وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ والله هذا العيد يختلف عن كل الاعياد. قبل كنا نطلع نروح نجي على اقرباء وجيران، هسه ماكو، يعني قله، يعني صله الرحم صارت قليله. يعني اكو ناس مريض زعلان ما يروحون، اكو لا يروحون.
شو توجه له رسالة؟ والله أنا أقول المفروض كل العراقيين ناس تعايد ناس، والزعلان يراضي، والما يجي عليك أنت روح عليه حتى يصير الذنب عليه. ولم تجيت بيت أبو صفا؟ أنا جيت البيت أبو صفا، عايت الجيران وجيت لهنا ابن أخوي. إيه. عايت الجوارين؟ عايت الجيارين وبيت أخوي وابن أخوي والدتي وكلهم. حصلوا عيدية جهال يجون دائما يجون عطش كبير يأخذون عندي عيدية. أعطيناهم. عيدية. إيه القاسم الله. اللي يأخذ ألف ويأخذ 5000. كردوات كردوات مو مثل قبل دراهم. كلها آلاف هسه. قبل شلون كانت؟ إيه دراهم وعشرات وخمسة. هسه ما يرضون بهن. لا لا هسه يريد لو ألف لو خمسة. والله. من جيت بيت أبو صفا بالك فد أكلة فد شي لو. والله قالوا على أساس طرشانة قيسي فاصولية. وإذا ما مسوي لك؟ والله نزعل. تزعل؟ هي ما يصير غير عيد فاصولية وطرشانة ودجاج. يلعب وين الكاهي والجيمر والجبن؟ هذول أهل بغداد سامرة يحبون الكاهي والجيمر، إحنا لا أهل كركوك تقاليدنا الصبح نسوي تمن ومرق. تمن ومرق؟ إيه فاصولية وقيسي وتمن. هاي طيلة أيام العيد دائما. إيه بس أول يوم العيد.